السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المتتبعين أو في هذه القناة ياكم هي قناة مشاريع أكادير. دائما في إطار تتبع المشاريع الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أطال الله عمره قر عينه بولي عهده المولى الحسن. كما كتشوفوا معايا هنا الخدمه ديال الاليك متواصله بعد ما كيديروا لابوردير كيديروا التوفنه باش كادو لا بيست سيكلاب باساج بيطون. بالنسبة لهاد لابارتي هادي اللي من هاد الجهة اللي عندي أنا اللي كيكون فيها الضوء هاديك خاصة بغرس الأشجار كاين شي غازون راه غيديروه حسب البروغرام اللي عاطينهم. Thank you.
سيفي ديال 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 جيني سيفي ديال قنيطرة مراكش ديال تي جي بي، ولكن دات عليهم شاينا ريلوي كونستراكشن اللي قاعدوا دابا عطاو 4 مليار و 200 مليون درهم، والاخرين عطاو شي 3 مليار و 400 مليون درهم. واخا هكا كنعطيوها للجي تي ار صراحة، علاش؟ لأن الجي تي ار راه شركة واخا هي فرنسية ولكن كتخدم مع المغاربة. هادوك الشينوا ما تعرفهم واش غادي يخدموا لك الشناوة ولا المغاربة، غير هما دابا داك هادشي دابا هادشي دابا ديال الصفقات وداكشي، مع دابا الصحافة تكبوا عليه وداكشي ما يقدروش يزرفوا، فهمتي؟ ما يقدروش يديروا هاك وهاك، تيمشيو بلا نور وما عندهم لا نور، هما حاطين هنا بعدا شي يبان لكم شي قواعد سمات تنكون جايو نسولهم ديال هاد القواعد هادو ديال الشتاء ولا ديال البرد ولا ديال الريح. هنا دابا عندهم الخدمة هنا سالاو البيست سيكلاب، بقات ليهم دابا تيبقى ليهم المشاكل بحال هاد هذا الرونبان كيكون فيه ديك البنية التحتية خصهم يساليوها كاملة. Yeah.